مقابل الثلاثة، نتابع ماذا قال. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بالسادة الصحفيين، بقول مبروك لنادي الاتحاد وهارد لك لينا، والحمد لله اكيد كلكم شفتوا الاداء كان عامل ازاي. وصلنا واحنا كنا كسبانين، دخل فينا اجوان اخطاء، لكن بقول الحمد لله انا راضي عن اداء فرقتي، لكن احنا ضيعنا اجوان ما نستاهلش النهارده الخساره. يعني طبعا احمد رفعت لعيب كبير في اي فرقه بتعمل له حساب، لكن في حلول تانية. احمد رفعت جاب جونين النهارده، يعني احمد رفعت جاب جونين وعامل اكتر من كذا جون. يعني النهارده عندنا حلول في الملعب، عندنا مروان وعندنا مصطفى البدري لما نزل وايمن الصفاقس، لكن النهارده هو مفيش توفيق لنادي كوتشا. فبقول له هارد لك، بقفل على الماتش ونفكر في اللي جاي. طبيعي بس انك انت تعدي بالثلاث مراحل، الثلاث نتائج، يا مكسب يا خساره تعدي. لكن النهارده كان يعني اقل حاجه اخد نقطه، يعني الاجوان اللي ضاعت دي اخد نقطه، مضيعين اجوان كتير جدا. ولكن في الاخر التوفيق وعدم التوفيق ده مش بتاعنا، بتاع ربنا. يعني لا انا طبعا راضي عن اداء فرقتي، لسه في لعيبه لسه ما جهزتش. الفتره اللي جايه ان شاء الله هيجهزوا اكتر والتجانس هيحصل اكتر. بس انا عندي تعليق بس النهارده، يعني احنا خلاص المفروض بقى عايزين نلعب كوره ونستمتع. موضوع تضييع الوقت بقى ده خلاص، ده شمال افريقيا دلوقتي ما بقوش ضياع وقت. فنتمنى بس من الساده الحكام والمديرين الفنيين واللعيبه، خلاص عايزين نلعب كوره، عايزين الكوره نستمتع بالكوره اطول فتره في الملعب، هو ده اللي الواحد بيطلبه. يعني تضييع الوقت، وما بحب انا بحبش اتكلم على التحكيم. النهارده في كذا كوره لينا حتى كابتن بنا ما استناش ثانيه يشوفها، والنهارده بيدي الضربتين جزاء علينا في ثانيه. فانا ما بحبش اتكلم على التحكيم، دي حاجات بتاعه الحكم. وبقول هارد لك لفرقتي، واللي جاي احسن ان شاء الله. يعني شكرا.